من أعظم ما يبتلى به المرء فقد الأحبة من قريب أو صاحب، وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له، رزية مال أو فراق حبيبي. فبينما يعيش المرء في كنف والده يغذوه بالحنان ويمده بالعطف ويعلمه كيف يعيش في هذه الدنيا على خير حال، فإذا بالموت يخطفه، وإذا به قد أقام تحت تلك الجنادل وحيدا، قد خلف كل شيء وراءه ولم يأخذ معه إلا عمله. وإذ بذلك الابن الذي كان لا يعرف الهم حمل هم أسرة فقدت عائلها فراح يكابد عناء المعيشة، وإذ بفراغ يخيم على قلبه كلما علم أنه فقد بابًا من أبواب البر وطريقًا إلى الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. فقد كان يطمع أن يلج الجنة من خلال ذلك الباب برًا وإحسانًا، فإذا به يفقده. وكم هي حسرة إن لم يكن قد أحسن معاشرة أبيه في حال حياته. وآخرون افتقدوا نبع الحنان الذي لا ينضب من والدة كانت ترعى الصغير حتى كبر وتأمل أن يكون لها متكئا عند النوائب تعلمه الوصل بإخوانه والرحمة بأخواته، تسهر لينام وتتعب ليرتاح، لا تسأم ولا تمل. وفجأة فإذا بها تودع الدنيا مخلفة قلوبا منكسرة وأكبادا متصدعة لا يعلم على أي حال يكونون. فإذا بالولد يحتاج إلى مستند، وإذا بالبنت يخاف عليها الضيعة إن لم تجد أبا أو أخا قويا ناصحا، وإذا بالأبناء قد افتقدوا سلما إلى الجنة وجسرًا موصلًا إليها. جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت قدميها. وحقٌ على من علم أن برها كنزٌ موصلٌ للجنة أن يحزن على خسران ما يزيده من البر والخير والعمل الصالح، وأن يكون هذا دافعًا لحسن صحبتها في الدنيا. وأمك كم باتت بثقلك تشتكي تواصل مما شقها البؤس والغم، وفي الوضع كم عانت وحين فطامها منيبًا يشق الجلد واللحم والعظم، وكم سهرت وجدًا عليك جفونها وأكبادها لهفًا بجمر الأسى تحمى، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها حنوًا وإشفاقًا وأكثرت الضم. وآخر قد افتقد زوجةً كانت عنوانًا في الأدب ورأسًا في العفة والسلوك الحسن ومقدمةً في الصلاح، تحوطه بنصحها وخدمتها، لا تقصر في مطالبه، تعينه على صلة رحمه، تتودد إليه طاعةً لله، لا تفشي سره ولا تظهر أمره. فبينما هي كذلك إذ باغتها الأجل فإذا به وحيدًا من أنيس وحوله أطفالٌ يخشى عليهم الضياع بين يدي نساءٍ لا يعرفن احتساب الأجر ولا جربن حلاوة الصبر. لعمرك ما الرزية فقد مالٍ ولا فرسٌ يموت ولا بعيرُ، ولكن الرزية فقد حرٍ يموت لموته خلقٌ كثير. وآخر قد افتقد ابنًا كان يراه يترعرع بين يديه، كلما كبر رأى أحلامه فيه تكبر، وبينما هو يراه كالشجرة اليانعة في كل يوم تزداد أغصانها زهوًا وعذوقها ثمرًا، وبينما يرى ابنًا بارًا به يقوم بخدمته ويتكئ عليه عند الملمات والضعف، فجأةً فإذا بالموت يخترمه، وإذا به قد تصدع قلبه
وعاد فراغا بعد أن كان مغتبطا به فرحا، وقد عظم عليه المصاب وكاد أن يفقد صوابه، لكنه أيقن بموعود الله وصدق بوعده، فإذا به صابرا محتسبا لما علم من أجر الصبر على فقد الأحبة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وكان رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما فعل ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تحب ألا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله، له خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. ومن الناس من يفقد أخاً له كان عوناً له على ملمات الحوادث، وصولاً لرحمه، باذلاً لنفسه في سبيل تحقيق راحته، فقد رضع من ثدي واحد وعاش إلفين متآلفين، كان كل منهما يعد أخاه ليوم حاجته، يستأنس به في الوحشة ويخلفه في الغربة، وإذا بالموت يخطفه، وإذا به خاوي اليدين منه، وقد صار وحيداً بعد اجتماع، ضعيفاً بعد قوة ومنعه، مستهدفاً بعد تخوف. وكم يزداد استيحاشه إذا كان ذا طاعة لربه وسلوك حسن واستقامة على دين. لما استشهد زيد بن الخطاب رضي الله عنه، شقيق عمر بن الخطاب الأكبر، وهو من عباد الصحابة الأتقياء البررة، لما استشهد يوم اليمامة حزن عليه عمر كثيرا، وكان كثيرا ما يتذكره ويقول: ما هبت ريح الصبا إلا وأنا أجد ريح زيد. ومن الناس من يفقد صديقا كان مؤنسا له في الوحشة ومعينا على الطاعة، يقويه إن ضعف ويرشده إلى سبيل الخير ويسهل له طرقه، وإذا بهما قد اجتمعا على الطاعة وحسن القصد، وفجأة فإذا بالأجل يباغت صاحبه في زمن قل فيه الأصدقاء الناصحون والأحبة المخلصون المعينون على طاعة الله، وإذ به قد فقد من بفقده أبلغ التأثير. فكم هو شديد على النفس أن تفقد ذا تقى يهتدي به الضلال ويستأنس به المستوحشون ويسترشد به الحيارى. إلى الله أشكو لا إلى الناس إنني، أرى الأرض تطوى والأخلاء تذهب. وهكذا تتنوع الابتلاءات عباد الله في هذا الباب، وكل يفقد شخصا يحبه ويوده ويألفه. ولكن المصيبة العظمى هي أن كثيرا منا مفرط في حقوق أحبته في حياتهم، فإذا رحلوا عن الدنيا بكى وتألم وتمنى أن لو كان كذا وكذا. فما دمنا في زمن الإمهال، لماذا لا نحسن لأحبتنا ونعمل معهم في هذه الدنيا الذي طالما تمنينا فعله إذا غابوا عن أعيننا تحت الثرى؟